عظمها من أجل إسعادنا ومن أجل السهر على أمن بلادنا للدود على حوزة الوطن والدفاع عنها بنفسه وجسده وروحه. نقول له مرحبا وأهلا وسهلا، ونحن دائما نرحب بك في كل وقت وفي كل حين، ومبقى ما نقول لك إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزيكم عنه. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الوافي، رئيس المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية. هذا اليوم في الحقيقة هو يوم تاريخي، يوم ستشهد فيه جهة درعا تافلات بأقاليمها الخمسة ميلاد صرح جديد، ميلاد المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية. فهذه المنظمة بحق هي منظمة 42 مليون أو ما يزيد من 42 مليون مغربي ومغربية. إن الوطنية حقا مغروسة ومنقوشة في جميع قلوب المغاربة، ونقول نحن جنود وراء السد العالية بالله مولانا أمير المؤمنين محمد السادس، نصره الله وأيده وحفظه في نفسه وفي سائر أفراده الملك، أفراد أسرته الملكية، وسائلين الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة السلام والأمن والازدهار والبشر تحت القيادة الرشيدة، وتغمد الله بطلي العروبة والإسلام جلالة الملك محمد الخامس طيب الله طراه، ورفيقه في الكفاح سيدنا ومولانا الحسن الثاني جدد الله عليهما واسع الرحمات، وأسكنهم مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا ننسى كذلك أن نشكر الرئيس السيد الأستاذ الحبيب بن درويش رئيس المكتب الوطني للمنظمة المغربية وجميع الأعضاء وجميع أعضاء المنظمة داخل وخارج أرض الوطن، والسلام على مقامكم العالي بالله. كريم كأس العالم الجهوي للمنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. راشد، اش كيمثل لكم هذا اليوم؟ هذا اللي هو حقيقة يوم تاريخي بامتياز، يوم تاريخي على اعتبار أن الوطن فوق كل اعتبار، وأن الوطن لا يساوى لا بالروح ولا بالدم ولا بأي شيء آخر. الوطن أولا، والوطن أخيرا، والوطن على الدوام. أمينة المال العام للمكتب الجهوي بمدينة رشيدية، كنمثل الأمينة ديال المنظمة المغربية للدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، وهذا شرف كبير لي كامرأة أنني من الناس اللي يعني كيدعموا هذا الحكم، ونتمنى إن شاء الله أننا نزيد إن شاء الله لقدام يعني بالتكاتف ديال المغاربة وبالتآزر، باش أننا دائما ندفعوا على الصحراء ديالنا، وأكيد هي دائما مغربية وستبقى مغربية طال الزمن أو قصر. نحن دائما تحت جند مجندون تحت رعاية الملك محمد السادس نصره الله. وشكرا. نعم سيدي عزك الله، باسمكم جميعا وباسم أعضاء المكتب الوطني وباسم جميع المكاتب بجميع أطيافها داخل وخارج الوطن، نتقدم إلى السدة العالية بالله بأخلص وأزكى التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين من الله أن يكون عليه بموفور الصحة والعافية ولجميع أسرته الصغيرة
وللشعب المغربي قاطبة، وهو الوطني الأول، وهو الظاهر على أمن واستقرار هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نرفعه في الجنة وشكرا لكم.